الدكتور خالد فيلالي مدير المشفى الإقليمي بنباجة بيتازا. احنا اليوم في صدد مناسبة عزيزة في إطار تعليمات سامية صاحب الجلالة لتحسين الولوج للخدمات الصحية وتقريب يعني المراكز الصحية والخدمات للمواطن. كنا اليوم بصدد عطاء انطلاقات ثلاث مصالح حيوية بمستشفى ابن باشا بتازا، واللي هي كتمثل في وحدات الفحص الفحوصات الخارجية بالمستشفى، اللي هي كتسهل العمل الطاقم الطبي والتمريضي في مزاولة المهام ديالها وإعطاء يعني الفحوصات وضمان الحق في علاجات ضمان الحق في علاجات متميزة للمواطنين لهذا الإقليم العزيز بتازا، وهي السعة ديالها هي 10 حجرات للفحوصات الاختصاصية، وكذلك غرفات للحقن أو أخذ عينات الدموية، وكذلك إدارة المصلحة. وحدة ثانية اللي هي حيوية كذلك، وهي مستشفى النهار اللي كي يتوفر على 20 قاعة استشفاء، منها 11 يعني المجهزة كاملا بغرف يعني استشفاء المرضى، وكذلك 8-9 غرف هي مخصصة لفحوصات مخصصة بجراحة دقيقة، وكذلك الجلدية، وكذلك فحوصات بالمنظار، كل ما يتعلق بالعمليات اللي هي خفيفة وتهم مستشفى النهار، بحيث المريض يعالج ويمكن أن يعني يلتحق بالمنزل ديالو في نفس اليوم. وكذلك الوحدة الثالثة، وهي وحدة الإنعاش والتخدير، اللي هي كنعتبروها وحدة من أهم الوحدات في المستشفى ابن باجة، اللي الحمد لله استطعنا باش نديرو السعة ديالها أكثر من اللي كانت هي قائمة، اللي ولات 9 يعني تتسع ل 9 مرضى إنعاش، وتخص كذلك وحدة يعني المرضى يعني غرفة العزل، تسمى بمسمى بغرفة العزل. ونخص بالذكر بأن هذه المصلحة هي تخص أو تعتمد بتجهيزات جد حديثة ومعتمدة وتوازي يعني التقنيات الحديثة، حيث يمكن يعني الطاقم التمريضي والطبي بمباشرة المرضى عن بعد بالتقنيات اللاسلكي، حيث تكون المراقبة طيلة اليوم 24 ساعة على 24 ساعة في ظروف جيدة، وكذلك مرافق حيوية لضمان راحة المواطنين وكذلك الطاقم الطبي والتمريضي. إذا اليوم في هذا الانطلاقة اللي أعطاها وتشرفنا بسيد الوالي الجهة، وكذلك مرفوق سيد العامل على الإقليم تازا مشكورين، والوفد المرافق له من أطر المصالح الخارجية لتازا، وكذلك من يعني رؤساء الجامعات وممثلين المواطنين. هاد البادرة اللي هي كنتمنوها وغتعطينا واحد نفس جديد للعمل بجد وإخلاص وتفاني كذلك، اللي دائما باش نكونوا عند حسن الظن
للمواطنين والساكنة ولا المسؤولين، وكذلك سياسة رشيدة ديال صاحب الجلالة اللي دائما كنستحسنوا الخطوات ديالها وكنمشيو في خطى يعني الإصلاح. وحنا دائما مجندين لهذا العمل اللي هو عمل نبيل وعمل يعني يستحسن من جميع المواطنين. اختزمنا هذا الحدث مع المناسبه سلمت تربى صاحب الجلاله محمد السادس ناصر الله على عرش اسلافه المنعمين، وبهذه المناسبه كذلك اصاله عن نفسي ونيابه عن جميع الاطر الطبيه والتمريضيه والاداريه لمشفى ابن باجه بتازه نجدد الاخلاص والولاء لصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، وشكرا.